ومتابعينا بصباحنا وصلنا لفقرتنا الأخيرة لليوم. رح نحكي عن موضوع كتير مهم، فيروس كورونا يلي هو هلأ شغلنا الشاغل وآخذ كل وقتنا ليل ونهار، وقتنا التفكير طبعا. فخلينا نحكي اليوم كيف صارت النفسية، الفرق بين المرض وفرق بين النفسية، الخوف الزايد قديش بيضعف المناعة، وممكن الوسواس والتفكير بشكل دائم بالمرض. هو لازم نحن ندير بالنا على حالنا ولكن ضمن حدود، ولكن رح نحكي أكثر ونطلع عن هالموضوع مع شروق العبد الله، اختصاصية نفسية. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي يا رب. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. بالبداية خلينا نحكي مثل ما قالت ليا إنه الخوف عم ينتشر بكل مكان، كلياتنا خايفين عن حالنا، بنفتح التي في بنلاقي اخبار عن كورونا، مواقع التواصل الاجتماعي نفس الشيء، حتى بالاذاعات وين ما رحنا حتى احاديثنا بين بعض عم تكون عن كورونا. خلينا نحكي امتى الخوف حيتحول لمرض. اهلا وسهلا فيكم. نحن بنعرف انه الخوف هو شعور، هو رد فعل طبيعي، رد فعل يعني للعقل وللجسد حول مواقف او مشكله نحن بنواجهها بحياتنا يعني، او بالازمات او اثناء الازمات، مواقف طبعا خطيره مجهده مثل هلا الازمه اللي عم نعاني منها مثل ما ذكرتي حضرتك وتفضلتي هي كورونا، وهو صحي بحدود المعقول. كل انسان عنده بنيه نفسيه بتختلف عن الاخر، عنده تكيف مع الضغوطات، ايضا بيختلف بتعامله مع المشكلات وبطريقه حل هالمشكلات، يعني مرق هو بازمه تعامل معها حل عن يعني بيختلف، انا بختلف عنك، انت بتختلفي عن رفيقتك والى اخره. بس امتى بيتحول لمرض الانسان يلي بيعاني من بنيه نفسيه ضعيفه هشه؟ الانسان يلي بيعاني من وسواس قهري، افكار وسواسيه، الانسان اللي بيعاني من مرض الصرع، الانسان بيعاني من العزله، هدول الاشخاص يلي بنيتهم بتكون النفسيه كثير ضعيفه وعندهم امراض نفسيه، هدول بيتحول عندهم الخوف من حاله طبيعيه لحاله مرضيه. تمام، اكيد كثير مثل ما حكينا، هذا الشيء، هذا الخوف عم بيصير لعنا، عم بيصير الم اجتماعي يعني، وهذا الالم الاجتماعي عم بيؤدي كمان الى وفاه مبكره. خلينا نحكي كمان هذا الموضوع انه المرض اول شيء نحن خايفين من المرض، بس هذا الخوف عم بيخلي يرتفع عنا هرمون التوتر والقلق، وهذا هرمون التوتر والقلق شو بده يصير عنا؟ اكيد يصير عنا التهابات بالجسم، بعدين بده تؤدي الى امراض، واخر شيء الى وفاه مبكره. خلينا نحكي عن هذا الموضوع، انه ممكن من خوفكم اللي كثير يؤدي الى المرض او وفاه مبكره، انه ننتبه كثير على هذا الموضوع. بتخفف المناعه. اي اكيد. هلا نحن ما لازم نتوهم نحن المرض، ما بدي انا اتوهم، هو يعني هي ازمه كورونا عم نعيشها، ما عم بيعيشها فرد او مجتمع، عم يعيشها العالم كله باكمله. انا ما بدي اتوهم او نحن ما بدنا نتوهم يعني هالمرض. وقت انا بلتزم بالاجراءات، بلتزم بقواعد النظافه، بغسل ايدي باستمرار اقل شيء 20 ثانيه بالمي والصابون، باخذ يعني المعلومه الصحيحه من المواقع الصحيحه، بتبع برامج محدده او نظام محدد، عرفتي كيف، او بدائل محدده، انا هون بكون عملت كل شيء علي هون. انا ما لا يعني انا يعني اديت واجبي، والوعي ضروري كثير، الابتعاد، العزله، ما بختلط يعني ما بختلط هالاختلاط هلا خلال هالازمه هي، الاتصال بيكون يعني في وسائل بديله عن الاتصال الشخصي، هون أنا بكون حميت حالي. نعم، خلينا نحكي يمكن بأول الكورونا كلنا كتير 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 كان عنا نوع من الحذر، بعدين شوي نسينا السيرة وأهملناها شوي، نحكي واقع، بعدين لما صاروا يزيدوا الإصابات رجع عنا حالي من الخوف الكتير قوي، بعد شوي منهدى، بعد شوي منخاف. خلينا نحكي هاي التقلبات النفسية قدي بتأثر، وخلينا نحكي بالشق وبالجانب الأهم يلي هو إنه الاستهتار، الناس كتير مستهترة يعني. نحن حكينا انه نحن بنلتزم بقواعد النظافه، بدنا نتبع الاجراءات اللي ذكرناها، اللي ذكرنا شيء منها من شوي، بس فعلا نحن قبل ناس كثير التزمت، رجعت بعد فتره الحجر رجعوا استهتروا، او البعض، ما فينا نعمم، نحن ما فينا نعمم نقول كل الناس استهترت او كل الناس ما عملت اللي عليها. قله الوعي وعدم يعني عدم الاهتمام او الانجرار وراء المعلومات الخاطئه، هذا الشيء أثر على الناس كثير، فصاروا مثلا في ناس صار عندها مبالغة توهم المرض مثل ما حكينا، صار عندهم يعني أدى للوسواس القهري، وفي ناس لا، استهتار شامل، هذا الشيء خلاهم إنهم يعني ما يتبعوا، خلص ما عاد بدي ألبس كمامة، بدي أروح أطلع، بدي آكل، لا،
انت النشاطات اللي كنت تمارسيها قبل ازمه كورونا فيك تمارسيها بالبيت، فيك تستعيدي عنها، في بدائل عندك، في برامج محدده، بتتبعي نظام غذائي متوازن، بتتبعي مثلا نظام بالنوم، بتتبعي رياضات مثلا، انت كنت تمارسي شيء برات يعني برات المنزل، خارج المنزل، لا انا فيني هذا الشيء انا اقوم فيه ببيتي، فيني اعوض عنه، انا فيني استذكر كل شيء ايجابي، المواقف الايجابيه كلها اللي انا مثلا مرقت فيها او كذا او كيف تعاملت معها، فيني انا اشوف هالنواحي هي من ضمني، فيني اتواصل مع اشخاص بيعطوني الدعم، الدعم طبعا. الايجابي، الدعم النفسي، فيني انا كمان اقدم هذا الشيء عن طريق طبعا وسائل الاتصال، انا ما ضروري انا اروح اشوف الشخص او التقي معه مكان عام. هذا الشيء بيخليني اشعر بالسعاده. بس برايك هذا الشيء صح انه انا ما اشوف الاشخاص، ما اطلع على مكان عام، وهي قصه كورونا انتشر الوباء والقصه شكلها اكيد ومطوله، يعني هي الواحد يعزل حاله اجتماعيا وهي العزله الاجتماعيه كثير اكيد عم تضرنا نفسيا، يعني انت برايك شو الواحد يتصرف؟ ما يتصرف انه يكون يعيش حياته طبيعيه بس ضمن الحدود، ضمن حدود، بس ضمن يعني يطلع معينة. ويشوف ممكن يطلع الاصدقاء ويشوف الاحباء، بس ضمن الحدود انا ما في الأقارب يعني ممكن اشوف الاصدقاء، بس انا ما ضروري صافح، ما ضروري التقبيل، تمام. العناق، لا بدي احافظ، والتجمعات مثل ما ذكرت، انا ما ضروري انا اقوم بكل هالشغلات هي، عرفتي كيف؟ يعني انا فيني اتواصل وخصوصا مع الاهل، مع المحبين، مع كذا، بس ضمن حدود معينه، ضمن اجراءات، ضمن برامج معينه، فيني اتبع الاجراءات هي، فبحافظ على نفسي وعلى الاخرين وعلى الناس اللي بحبهم. غير هيك مثل فينا نذكر كمان انه انا غير البرنامج الغذائي انا اللي بدي اتبعه، انا فيني اتبع نشاطات معينه، فيني انا اتواصل حتى هاتفيا مع اشخاص ايجابيين، انا بقدم لهم الدعم او انا بسمعهم، تمام. يعني انا بخليهم يحكوا عن تجارب مرقوا فيها، هذا الشيء بيعطيني شعور كثير حلو، بخفف عني الشعور يعني او بيساعدني اني انا اتخلص من هالمشاعر اللي انا وصلت لها اللي هي العزله، الاكتئاب كذا. لا نعم تمام. يعني حكينا كثير وكثير عم نحكي كل الوقت بكورونا كورونا كورونا والحالة النفسية، ولكن خلينا نحكي عن الحالة النفسية عند الإصابة. عند الإصابة رح ينعزل الشخص كليا عن كل الناس، رح شوي يكون بعزلة تامة حتى عن أهله حتى صح. عن أولاده. خلينا نحكي هون نحن كيف فينا نعالج حالنا بحالنا، نقوي نفسيتنا لتقوى مناعتنا، نكون أقوى لنغلبه للمرض. تمام. هلأ كلياتنا بنعرف وعم نرجع نعيد تقريبا نفس الكلام، هالإنسان اللي انصاب مشان ما يعيش بهالعزلة هاي أو يصيبه حالات يعني حالات الاكتئاب اللي ذكرتيها حضرتك، خصوصا انه بعيد عن اهله، بعيد عن الناس اللي بيحبهم، بس فيه يتواصل معهم هاتفيا، عرفت، بيقدموا له الدعم، بيقدم لهم الدعم، فيه يمارس نشاطات معينه، رياضه، ما فيه والله انا خلص انا انصبت بكورونا انا خلص انا راح توصل فيني هي حاله كورونا لحاله ما معروفه، يعني مو معروف شو نهايتها، مع فانا ما بدي، انا بدي انا اتفائل، ما بدي انظر للامور بسلبيه، بستذكر المواقف الايجابيه مثل ما ذكرت انا سابقا، بمارس الرياضة، بعمل نشاطاتي أنا، بستعيد عنها، يعني بنظم وقتي، بنام بوقت معين، بنظم أكلي، هالأمور هي كلياتها بتساعدني أني أنا أتجاوز هالأزمة هي. أكيد. خلينا نحكي عن الاكتئاب بظل الظروف الصعبة، كثير من الأشخاص اكتئبوا مع أنه ما صار معهم كورونا، بس هن اكتئبوا وعزلوا حالهم مثل ما حكينا اجتماعيا. خلينا نحكي عن الاكتئاب وشو هي الخطورة، يعني وإمتى بحاجة أنه هذا الشخص يروح ويشوف طبيب، يعني مثل مثلا عم نسمع مثلا أشخاص هو ما معه كورونا ما عم بيقدر يروح يشوف أهله بس من الخوف ومن الوسواس، عرفتي، أشخاص يعني ما عم بيقدروا يقوموا مثلا يتجهوا لعملهم لأنه هنا خايفين يصير معهم كورونا، يعني عم بيأثروا على حياتهم بشكل كتير سلبي. خلينا نحكي عن الاكتئاب اللي ممكن يصير مع الشخص في ظل الكورونا. تمام. بسبب العزلة عند بعض الأشخاص يلي مثل ما ذكرنا سابقا بنيتهم النفسية كتير بتكون ضعيفة أو عم بيعانوا من أمراض نفسية، سواء عالجوا أو عم يتعالجوا منها أو ما تعالجوا أو ما تابعوا هالموضوع، هدول ممكن يتعرضوا لهالشي هاد. فإذا استمرت عندهم يعني هالحالات هاي لمدة أسبوعين أقل شيء، ففيهم يتواصلوا مع طبيبهم على الهاتف، هو بيعطيهم الإجراءات، يعني بيوعيهم أو بيرشدهم شو بدهم يعملوا، ممكن يروحوا يعني بناء على موعد مسبق من الطبيب. أما بالنسبة كحالة نفسية أو الناحية النفسية، أنا ما لازم أفقد الأمل، أنا لازم دائما جواتي أنا بكون عم دعمي حالي، حاطة برنامج ماشي عليه، ما بدي أنا أتشائم، بدي أتواصل مع أهلي، بتواصل معهم، ما علي شيء، أنا بجوز ما بقدر صافح أمي،
ما بقدر سلم عليه، ما بقدر صافح ابني خوفا عليهم طبعا، او اني انا خايفه من توهم المرض. فانا هذا الشيء انا فيني انا اتجنبه، لا بتواصل معهم بس ما ضروري اقبلهم، ما ضروري اعانقهم. بعمل اللي عليه تمام، وقت بعمل اللي عليه وبحافظ على النظافه، اكثر شيء النظافه، ببعد كمان عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي بتسبب لي الحالات النفسيه الحزينه. عن جد لانه الفيسبوك صار أكيد في حاله من الضغط. نحن بدنا نقول لكل الناس انه عن جد بعدوا عن انا بتبع مواقع بدان ويهتموا بصحتهم، يتغذوا منيح، يهتموا بحالهم منيح، ويروحوا عند الاشخاص الايجابيين. وان شاء الله هيك هيك فتره مرض وبتمرق على خير يا رب. بدي اتشكرك كثير. اهلا وسهلا فيكم. اكيد بنتشكرك، وبدي اقول لك لا، انت طاقتك دائما ايجابيه وحلوه فلا تبتعدي عن مواقع التواصل الاجتماعي، بالعكس ابقي وانشري الطاقه الايجابيه لكل اللي محبين. واكيد دكتور راح نقول لك شكرا، شكرا لوجودك معنا، واكيد يعني بنتمنى الشفاء لكل المرضى، وان شاء الله بتمرق ازمه وبتمرق ان شاء الله على خير. ان شاء الله على خير.